عجبا عجبا ليوسف الزمان هذا، ليوسف الجميل الذي لم يرى الجهلة وجيش الشيطان جماله أو يعو وجوده النوراني. عجبا عجبا لأناس جهلة لا غيرة لهم، إذ يدعون إمام زمانهم لسيوف ماضية نحو سهام مسمومة ونحو قلوب تفيض بالحقد. عجبا. أترى يا فرات، هل ترى حيرتنا؟ حيرتنا إذ نرى التاريخ من الخلف، ننظر أناسا ساخطين، أناسا متلطخة أياديهم بدماء إمام زمانهم. ما أسوأ الذي حل بهؤلاء، فبعد نصف قرن هكذا يواجهون آل محمد عليهم السلام، وعزموا على قتل ابن نبيهم. هل تعلم أنت يا فرات؟ أنا أعلم، أنا أعلم أنهم كما الحيوانات قد غمسوا رؤوسهم في معلف الدنيا متغافلين. أنا عارف، عالم بالغدر، ولكنك لا تقل في نفسك أنه ليس إلا امتحانا للكوفيين فحسب، لأناس حضروا أرض كربلاء سنة 61 للهجرة. أبدا لا تتخيل فكرة الصبية هذه، بل الناس في كل ثانية على محك الامتحان، فليس معلوما ألا يتكرر غدر الكوفيين مرة أخرى. ليس معلوما أن ذخيرة آل محمد عليهم السلام لا يبقى وحيدا. ليس معلوما، فلعل إمام هذا الزمان أيضا قد يصير رهين الوحدة والآذان غير الواعية.